بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ الآن بالترانسبورتيشن مودلز. طيب نتعرف على الترانسبورتيشن. الآن نطلع على هذا التعريف البسيط للترانسبورتيشن اللي هو moving amounts of goods from places to another places. فهذا التعريف البسيط بيوضح للفكرة العامة من اللي احنا بدنا إياها من دراسة هذا المودلز، من دراسة الترانسبورتيشن مودلز. فأنا عندي مجموعة من البضاعة، مجموعة من المنتجات اللي تم إنتاجها والآن موجودة في المصانع اللي أنتجت هاي المنتجات أو هاي البضاعة، أو موجودة في المخازن التابعة لهاي المصانع أو لهاي الشركة، وأنا بدي أنقل هاي البضاعة من المصانع أو من المخازن الموجودة عندي وأنقلها إلى أماكن أخرى بنبيع فيها أو بنوزع فيها للكاستمر النهائي. الآن أنت إذا بدك تشتري أي منتج ما بتروح على المصنع نفسه اللي صنع هذا المنتج وبتشتريه، مش راح تروح على باب المصنع الكبير اللي فيه عمال وفيه خطوط الإنتاج وفيه المخازن وفيه هاي المنتجات كلها والعملية الإنتاجية بتصير هناك، وتروح لهناك أنت كاستمر نهائي وبدك تشتري المنتج من هذا المصنع. انت بتروح على السوق، على المحلات البيع بالتجزئة او البيع بالجملة، وبتشتري منهم البضاعة او بتشتري منهم المنتجات اللي بدك اياها. فبالترانسبورتيشن مودلز احنا بدنا ننقل هاي البضاعة اللي تم تصنيعها في المصانع او موجودة في مخازن هذه المصانع او في مخازن هذه الشركة، وبدنا ننقلها الى الأماكن الأسواق أو إلى أماكن الريتيلرز اللي هم اللي بيبيعوا بالتجزئة. طيب from places، كلمة places هاي اللي هي إحنا بننقل منها، هاي تدل على أي، يعني هي اسم لأي مكان أو تدل على أي مكان توجد فيه البضاعة، فقد تكون factories يعني مصانع، warehouses مخازن، ممكن نسميها origins، ممكن نسميها sources، أي اسم يدل على أنه هذا المكان موجود فيه المنتجات. To another places، another places هاي تدل على retailers أو destinations الوجهات أو distributors الموزعين أو الماركتس الأسواق إلى آخره. فهي هي عملية الترانسبورتيشن بشكل مبسط وملخص. أنا عندي مجموعة من البرودكتس وبدي أنقلها من مكان إنتاجها أو من مكان تخزينها إلى أماكن بيعها وأماكن استهلاكها. الآن المين أوبجكتيف لأي ترانسبورتيشن بروبلم معنا، فالمين أوبجكتيف لأي مسائل الترانسبورتيشن اللي معنا الآن هي عملية مينيمايز لكوست أوف موفينج جودز أو الكوست أوف ترانسبورتيشن. هاي العملية، عملية النقل، هي عملية مكلفة. يعني إذا أنت بدك تنقل كمية من البضاعة من مكان إنتاجها من المصانع أو من المخازن وتنقلها إلى الأسواق، هاي عملية تعتبر تكاليف، كلفة. والكلفة أو تكلفة النقل هي من أكبر الكلف اللي بتحملها الكاستمر، لأنه أصلاً الشركة لما تنقل المنتج تكلفة هاي النقل مين رح يتحملها بالنهاية؟ يعني رح يدفع ثمنها الكاستمر اللي بيشتري هذه المنتجات، وخاصة في دول العالم الثالث لأنها لا تعتبر دول مصنعة أو دول فيها إنتاج، دول يعني كثير إنتاج كثير. فبالتالي إذا أنت بدك تشتري منتج تم تصنيعه في اليابان أو تم تصنيعه في الصين أو في أي دولة تنتج فيها مصانع، الآن عملية نقل البضاعة أو هذا المنتج من هناك إلى مكان اللي أنت موجود فيه قد تشكل 50% من السعر اللي أنت بتدفعه. يعني 50% من السعر، هاي كلف لها علاقة بالترانسبورتيشن، وقد تصل إلى 70% أو 80% مع الجمارك. فبالتالي الترانسبورتيشن مودلز بيدرس عملية تقليل، أو هو مودلز يقلل من عملية أو يقلل من تكاليف عملية هذه النقل، ويترتب على عملية أو تقليل تكلفة عملية النقل إنه البرايسز أو الأسعار، يتم تخفيض الأسعار وبالتالي زيادة الطلب. فإلها كثير تبعات إن نقلل تكلفة النقل، إلها كثير فوائد وكثير consequences، خلينا نحكي، أو تبعات كويسة. فهدفنا الآن إن نعمل تقليل لعملية النقل، تقليل لتكلفة عملية النقل.
الآن نطلع على هذا الدياجرام. هذا الدياجرام خلينا نحكي بيلخص عملية أو مسألة الترانسبورتيشن اللي إحنا راح ندرسها في هذا الشابتر. الآن على اليسار في عندي ثلاث مربعات أو ثلاث مربعات بيعبروا عن السورسز، بيعبروا عن إيش السورسز. فأنا عندي فاكتوري نمبر 1 وفاكتوري نمبر 2 وفاكتوري نمبر 3. فهذول السورسز أو الأماكن اللي موجودة فيها البرودكت، موجودة فيها البضاعة. وعلى الشمال في عندي ثلاث دوائر بيعبروا لي عن الديستنيشنز أو الوجهات اللي أنا بدي أوصل لها، اللي هي الماركت رقم 1 وماركت 2 وماركت 3. الآن نطلع على الأرقام هاي اللي هي 200 يونتس عند الفاكتوري الأول و300 يونتس عند الفاكتوري الثاني و500 يونتس عند الفاكتوري الثالث. معناها الفاكتوري الأول عنده إنتاج أو الوير هاوس، المخزن الموجود في المصنع الأول موجود فيه قديش؟ 200 يونتس من البرودكت اللي بينتجه هذا المصنع. والمصنع الثاني عنده 300 يونتس، والمصنع الثالث عنده 500 يونتس. فلنفترض انه هاي شركة، والشركة عندها ثلاثة مصانع لإنتاج المنتج وبيعه للكاستمرز أو للأسواق ووضعه في الأسواق. الفاكتوري الأول أنتج 200 يونتس في هذا الأسبوع، والفاكتوري الثاني أنتج 300 يونتس، والفاكتوري الثالث أنتج 500 يونتس. الآن من خلال مسوحات السوق عرفنا بأنه الماركت الأول الديماند عنده 150 يونتس في خلال الأسبوع القادم، والماركت الثاني الديماند 600 يونتس، والماركت الثالث الديماند عنده 250 يونتس. والآن إذا بنجمع السبلاي اللي هم موجودين عند الفاكتوريز الإنتاج اللي هم 200 و300 500 و500، بطلع السبلاي عندي 1000 يونت. يعني الشركة بمصانعها الثلاث أنتجت 1000 يونت، والأسواق الثلاث الموجودة لهذه الشركة. طبعا هل شرط أنه عدد الأسواق يساوي عدد الفاكتوري؟ لا، مش شرط. ممكن يكون عندي أربعة أو خمسة ماركت، وممكن يكون عندي بس 2 فاكتوري، وممكن العكس، ممكن يعني أي رقم من الفاكتوريز وأي رقم من الماركت. الآن لو نجمع الماركت 150 و600، 750 و250 1000 يونتس. فالماركت بدها ديماند مقداره 1000 يونتس. بنلاحظ بانه السبلاي 1000 يونتس يساوي ديماند 1000 يونتس، وهي المساله بنسميها بالانسد بروبلم. في حال كان السبلاي لا يساوي الديماند راح تكون عندي انبالانسد بروبلم. نطلع الان على الارقام اللي على الاسهم. الان كل سهم من هاي الاسهم يعبر عن الطريق أو طريق من هذا الفاكتوري إلى هذا الماركت. فالآن الفاكتوري الأول لو نقلنا يونت واحدة من الفاكتوري الأول، مش الفاكتوري الأول عنده 200 يونت، لو نقلنا منهن يونت واحدة فقط إلى الماركت الأول راح تكلفني 2 دولار، بينما إذا نقلت 2 راح تكون 2 في 2 ويساوي 4، لو نقلت 3 راح تكون 2 في 3 ويساوي 6 دولار، وهكذا. لأن لو نقلت يونت واحدة من الفاكتوري الأول إلى الماركت الثاني راح تكون التكلفة 7 دولار، ولو نقلت يونت واحدة من الفاكتوري الأول إلى الماركت الثالث راح تكون التكلفة 5 دولار، ولو نقلت يونت واحدة من الفاكتوري الثاني إلى الماركت الأول راح تكون التكلفة 10، ومن الفاكتوري الثاني إلى الماركت الثاني الكلفة لليونت الواحدة 8، ومن الفاكتوري الثاني للماركت الثالث الكلفة لليونت الواحدة 5، وهكذا. فهي الأرقام الصغيرة على الأسهم هي تعبر عن الكلفة بير يونت، الكلفة بير يونت. الآن شو المطلوب مننا في هاي المسألة؟ أنا عندي 1000 يونت بالسورسز وبدي أنقلهم للماركت، بدي أنقلهم للماركت اللي أصلا عنده ديماند 1000 يونت. المطلوب إيجاد التوزيع الأفضل لهاي اليونتس، يعني على أي طرق بدي أنقل هاي المنتجات، على أي طرق. في البداية خلينا نتعرف، يعني طبعا احنا ما راح نحلها عن طريق الرسمي، هاي الرسمي راح نحولها الآن لتيبل، لجدول، ومن ثم نحل هذا الجدول باستخدام طرق الحل ترانسبورتيشنز ونوجد الأفضل حل ممكن. طيب الآن كلفة النقل الكلية شو راح تكون؟ كلفة النقل
فلنفترض بأنه الكمية اللي بننقلها من الفاكتوري الأول إلى الماركت الأول هي X، ومن الفاكتوري الأول إلى الماركت الثاني برضو X، ومن الفاكتوري الأول إلى الماركت الثالث برضو X. بس هل هيك X إحنا كيف بدنا نميز إنه هاي الX هي الكمية المنقولة من المصنع الأول إلى الماركت الأول أو من الأول إلى الثاني؟ فبنحط إنه X 1 1، بحيث إنه هاي الرقم 1 الأول يدل على رقم الفاكتوري أو الرمز تبعه. لو كان إنه فاكتوري A فاكتوري B فاكتوري C، راح تكون XA1 و XA2 و XA3. بس إحنا الآن كله أرقام، فأنا عندي X 1 1 و X 1 2 و X 1 3. وبالنسبة للأسهم اللي طالعة من الفاكتوري 2 راح تكون برضو X21 و X22 و X23، ونفس الإشي للأسهم أو الكميات اللي طالعة من الفاكتوري الثالث. الآن إذا بدنا نطلع الكلفة النقل الكلية شو راح تكون؟ 2 ضرب X11 زائد 7 في X12 زائد 5 X13 زائد 10 X21 زائد 8 X22 زائد 5 X23 زائد 20 X31 زائد 20 X32 زائد 20 X33. يعني لما تضرب كلفة اليونت الواحدة في عدد الوحدات بيعطيك كلفة كل طريق، ولما تجمع تكلفة الطرق كلها بيعطيك إيش؟ الكلفة الكلية لعملية النقل. إذن 2 في X11، يعني لما أضرب أنا الرقم هذا اللي على كل سهم بالإكس، الإكس تعبر عن الكمية المنقولة على هذا الطريق، والرقم 2 والرقم 7 و5 حكينا أنهم كلفة نقل اليونت الواحدة على هذا الطريق. فلما نضرب الرقم اللي هو كلفة اليونت الواحدة للنقل على اللي بتنتقل على هاي الطريق في عدد الوحدات المنقولة على هذا الطريق، بيعطيني كلفة الوحدات كلها في هذا الطريق. بجمع تكلفة كل الوحدات على كل الطرق بيعطيني التوتال ترانسبورتيشن كوست. الآن أنا هدفي أني أعمل مينيمايزيشن للتوتال ترانسبورتيشن كوست، فالأوبجكتيف فانكشن راح يكون كالتالي، اللي هو مينيمايز زد لهاي الأرقام 2x11 زائد 7x12 زائد 5x13، وهو عبارة عن هذا طبعا لينير بروجرامينج موديل، وهذا الأوبجكتيف فانكشن اللي هو مينيمايز زد للكلف اللي هي هاي الكلف، بس بنحط احنا قبلها مينيمايز زد. الآن بالنسبة للكونسترينتس، كونه المسألة بالانسد بروبلم، يعني السبلاي يساوي الديماند، فبالتالي الآن الوحدات اللي بنطلعها من الفاكتوري الأول اللي هي X11 و X12 و X13، هاي الكميات اللي راح نأخذها من المصنع الأول وننقلها إلى الماركتس، لازم يكون مجموعها شو يساوي؟ يساوي 200 يونتس، لأنه هذا المصنع ما عنده غير 200 يونتس. و X21 و X22 و X23 مجموع الوحدات اللي ننقلها من الفاكتوري الثاني لازم يكون يساوي 300، وهكذا للفاكتوري الثالث. فهي أنا هذول بنسميهم السورسز كونسترينتس. طيب الماركت الأول اليونتس اللي راح يستقبلها الماركت الأول هي X11 و X21 و X31، هاي الكميات اللي راح يستقبلها الماركت الأول، وهي تساوي إيش؟ يعني لازم مجموعهم يساوي 150. ونفس الإشي الماركت الثاني X12 و X22 و X32، مجموعهم كله لازم يكون يساوي 600، لأنه هذا الماركت ديماند عنده 600 فقط. والماركت الثالث نفس الإشي X13 و X23 و X33 تساوي إيش؟ 250 يونتس. وشرط النون نيجاتيفيتي اللي هو all الإكسز لازم يكون أكبر من أو يساوي صفر. فهذا المودلز أو الترانسبورتيشن موديل اللي هم الأوبجكتيف فانكشن والكونسترينتس، السورسز كونسترينتس والديستينيشن كونسترينتس والنون نيجاتيفيتي. بالعادي ما بتنسألوا عنهم، يعني ما راح أخوض أدقق كثير بتفاصيلهم وأقعد أشرح أكثر بهذا كيف نكتب هذا الموديل، لأنه ما بيسألوكوا عنهم. بالعادي بيسألوا عن إيش؟ بيسألوا عن الحل من خلال التابلز. فخلينا نشوف كيف بدنا ننقل هذا الموديل أو هاي الرسمة. لو أجتك الرسمة ما أجاك جدول جاهز، يعني أجاك الجدول مرسوم لكنه فاضي، كيف بدنا ننقل
البيانات الموجودة في هاي الرسمة ننقلها على الترانسبورتيشن موديل ومشان نبدأ الحل، لأنه ممكن يعطيك هاي الرسمة ويقول لك حل لي هاي الترانسبورتيشن بروبلم، أنت ما بتقدر تحلها من خلال هاي الشجرة هاي المرسومة قدامك أو الرسمة هاي، لازم تنقلهم على التيبل. فنطلع هذا التيبل بتلاقيه مرسوم قدامك وفاضي. الآن هون بنحط الفاكتوريز، الفاكتوري الأول والفاكتوري الثاني والفاكتوري الثالث، وهون بنحط الديستنيشنز اللي هم الماركت الأول والماركت الثاني والماركت الثالث. طلع على كلمة سبلاي، الآن الفاكتوري الأول قديش السبلاي عنده؟ 200. فإذا أنا عندي الفاكتوري الأول إقباله بدي أحط السبلاي تبعه اللي هو 200، والفاكتوري الثاني السبلاي عنده 300 فبدي أحط عنده 300، والفاكتوري الثالث السبلاي عنده 500. فأنا هيك إيش حطيت السبلاي عند كل فاكتوري إقباله، عند كلمة هاي السبلاي إقبال كل فاكتوري بدي أحط إيش السبلاي تبعه. الآن بالنسبة للماركت، الماركت الأول الديماند عنده قديش؟ 150. والماركت الثاني الديماند عنده 600 بحط إقباله 600، والماركت الثالث الديماند عنده 250 بحط عنده 250، يعني إقباله بحط 250. الآن بالنسبة للكلف، الكلف هاي اللي هي من الفاكتوري الأول إلى الماركت الأول 2، فبحط من الفاكتوري الأول إلى الماركت الأول بالمربع الصغير هذا بحط 2، ومن الفاكتوري الأول إلى الماركت الثاني الكلفة قديش؟ 7، ومن الفاكتوري الأول إلى الماركت الثالث الكلفة 5، ومن الفاكتوري الثاني إلى الماركت الأول الكلفة 10، ومن الفاكتوري الثاني إلى الماركت الثاني الكلفة 8 بير يونت. طبعا هاي المربعات الصغيرة تحتوي على الكلف بير يونت، الكوست بير يونت. والفاكتوري الثاني إلى الماركت الثالث 5، والفاكتوري الثالث إلى الماركت الأول 20، الفاكتوري الثالث إلى الماركت الثاني 25، والفاكتوري الثالث إلى الماركت الثالث 18. فهاي أنا عبيت السبلاي وعبيت الديماند وعبيت الكوست بير يونتس. فالآن هذا الجدول هو جدول الترانسبورتيشن اللي أنا بدي أحله وأوجد الحل. الآن شو خطوات إن نوجد يعني هذا الترانسبورتيشن تيبل بدي أحله من خلال طرق الحل وأوجد التوزيع الأفضل، أو اللي هي خلينا نحكي قديش لازم أنقل على كل طريق. يعني هدفي أوجد إنه كم لازم أنقل على كل طريق بحيث الكلفة تكون أقل ما يمكن، وبحيث ألبي الديماند، يعني أخذ كل اليونتس الموجودة في السبلاي وأوديها للديماند. يعني أهدافي أول شيء إني أخذ كل اليونتس الموجودة في السبلاي وأوديها للديماند، يعني أنا بكون لبيت الديماند، وبنفس الوقت اختار الطرق اللي ايش اللي تقلل لي كلفة النقل الكلية. بالجدول هذا اطلع، هون رح تكون الـ X11 وهون الـ X12 وهون الـ X13 وهون الـ X21 وهون الـ X22 وهون الـ X23 وهون الـ X31 وهون الـ X32 وهون الـ X33. الآن هاي الإكسز هي عبارة عن الكميات، هذول decision variables بيعبروا عن الكميات اللي لازم أنقلهم في كل طريق، وهدفي إني أوجد قيم هاي الإكسز، أوجد قيم هاي الإكسز. هل شرط هاي الإكسز إنه قيمهم إله كلهم إلهم قيمة؟ في ممكن يعني منهم يكون صفر، وممكن إنه منهم يكون إله قيمة موجبة. فبدنا نتعرف كيف نوجد هاي القيم اللي بتعمل minimization للكوست. خطوات الحل مشان نوصل للترانسبورتيشن او الاوبتيمال سوليوشن للترانسبورتيشن بروبلم، اول اشي بدي اوجد الانيشيال فيزيبل سوليوشن او نسميه الستارتنج فيزيبل سوليوشن. هذا الستارتنج فيزيبل سوليوشن اللي هو الحل اللي بنبلش فيه وبنبدا فيه، له واحدة من ثلاث طرق. الطريقه الاولى النورث ويست كورنر ميثود، الطريقه الثانيه المينيمم سيل كوست ميثود، والطريقه الثالثه الفوغل ابروكسيميشن. فهذول الثلاث طرق رح نتعرف يعني كل واحدة منهم رح نتعرف عليها بفيديو لحالها، يعني فيديو قصير رح يكون ربع ساعة بالكثير، انه كيف نحل باستخدام هاي الطريقة، باستخدام النورث ويست، باستخدام المينيمم سيل، باستخدام الفوغل. فهاي اول شيء احنا بنوجد ايش؟ الانيشيال سوليوشن. يعني بعد ما نوجد الانيشيال سوليوشن بدنا نعمل تشيك على الاوبتيماليتي، نعمل تشيك على الاوبتيماليتي لهذا السوليوشن اللي طلع معي من خلال النورث ويست او المينيمم سيل او الفوغل.
بدنا نشوف هل هو هذا الحل اوبتيمال ولا لا. كيف بدي اعرف انه هذا الحل اللي طلع معي من النورث ويست او من المينيمم سيل او من الفوغل، كيف بدنا نعرف انه هذا هو اوبتيمال سوليوشن ولا في مجال ان نحسنه ونلاقي حل افضل؟ في طريقتين، الطريقتين بيوجدوا لي الامبروفمنت اندكس للخلايا الفاضيه او الخلايا اللي لم يتم استخدامها، الانيود سيل، يعني الخلايا اللي ما فيها يونتس. هنتعرف على تفاصيلها لما نوصلهم. الان في طريقتين، اما الستيبنج ستون ميثود او المودي، وهذول الطريقتين بيوصلوني لنفس الهدف اللي هو ايش، بوجد الامبروفمنت اندكس لهاي الخليه. والامبروفمنت اندكس بيدلني الامبروفمنت اندكسز، يعني كل الاندكس مع بعض بيدلوني على انه هل هذا الحل اوبتيمال ولا نوت اوبتيمال. الخطوة الثالثة، إذا كان الحل اوبتيمال احنا خلاص بنكون وقفنا، فيش داعي ان نحسن، احنا وصلنا الاوبتيمال سوليوشن الان. فإذا ما طلع اوبتيمال اذروايز، يعني إذا ما كان الجدول اوبتيمال، يعني الخطوة الثانية بينت لي انه الجدول هذا نوت اوبتيمال، معناها بدي احل او اعمل امبروف على السوليوشن، احل يعني احسن السوليوشن مشان احصل على اشي اسمه الامبروفد سوليوشن. الامبروفد سوليوشن، اذا انا ببدا بالانيشال سوليوشن بنتقل بعدين للامبروفد سوليوشن. الان هذا الامبروفد سوليوشن بحصله انا عن طريق الستيبنج ستون ميثود فقط، بس عن طريق الستيبنج ستون ميثود. المودي بس بتعطيني الاندكس، ما بتعطيني انه كيف انتقل انا او احصل الامبروفد سوليوشن. الستيبنج ستون هي اللي بتعطيني، ممكن الستيبنج ستون استخدمها لايجاد الامبروفمنت اندكس، واستخدمها كمان لايجاد الايش الاوبتيما او للانتقال للامبروفد سوليوشن. الان هذا الامبروفد سوليوشن بدي اعيد الان الخطوه رقم 2 والخطوه رقم 3. خطوه رقم 2 انه ارجع احسب للامبروفد سوليوشن، احسب له ايش الامبروفمنت اندكس، وبدي يعني اشيك على الاوبتيماليتي، هل هو اوبتيمال، يعني هذا الامبروفد سوليوشن هل هو اوبتيمال ولا لا. اذا كان اوبتيمال بوقف، واذا ما كان اوبتيمال برد اوجد منه كمان امبروفد سوليوشن. بضل اعيد بهذول الخطوتين عبين ما اوصل ايش الاوبتيمال سوليوشن. بس بالعاده هم بيسالوكوا على كل طريقه على وحدها، يعني بيسالوا يجيب لك جدول بيقول لك اوجد لي الحل باستخدام النورث ويست او باستخدام المينيمم سيل او باستخدام الفوغل، او بيعطيك جدول معبى جاهز، يعني جدول معين، وبقول لك طلع لي الامبروفمنت اندكس او اوجد لي الامبروفد سوليوشن منه. فهو بيسألوا خطوه خطوه يعني. بس هاي ايش، اذا انت بدك توجد الحل انك تبدا من عند الانيشال تيبل وتوصل للاوبتيمال، بالعاده بيكون جدولين، ممكن ثلاث، ممكن اربعه بس بالامتحان، يعني الاغراض الامتحان ما بيكونوا اكثر من جدولين او ثلاث. طيب هاي هيك المقدمه. احنا بالفيديو اللي بعد هذا راح نبلش بالنورث ويست. اللي ما فهمش كثير هون عادي، يعني مش مشكله، هاي الامور الخطوات هاي اللي هي نظره شموليه عامه على كل الشابتر، واخذتهم كلهم بوقت قصير. انت الان من خلال بس تاخذ يعني تعرف كيف النورث ويست والفوغل وكيف بيشتغلوا، بصير الامور ايش، بصير الامور اسهل. رح نوقف الان هيك، خلصنا احنا الانترودكشن، عرفنا شو معنى الترانسبورتيشن بروبلم، وتعرفنا على مكونات الترانسبورتيشن بروبلم بطريقه مبسطه، وعرفنا كيف بدنا نمشي خلال هذا الشابتر. وبس هيك بنوقف هون، يعطيكم العافيه.